طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الحمد لله جل جلاله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا الموقف اللي فيه ده من المواقف اللي شعرت وبشعر فيها بسعادة يعلم الله وحده، إنه ما تكررش كثيرا في حياتي يعني. وأنا الشعور مختلط ما بين السعادة ما بين الفخر. السعادة بإنهاء الخصومة والتوقف عن إراقة الدماء وترتيب الأطفال وأرملة النساء، ودي كلها كانت حاجات يعني بتخفض الأمن وتخفض المشاعر في سوات، وكانت بصراحة يعني بلا أجل. الخصومة دي كانت من الأمثلة السريعة جدا في الخصومات اللي كانت موجودة في السوات كلها، وكان اهتمامي بها يفوق الوصف. وبعد المحاولة الأولى اللي فشلت فعلا، الشيطان زي ما قال فضيلة الشيخ، أنا أحبطت إحباط شديد خصوصا إنها كانت على وشك، كانت بعد خلال 48 ساعة تقريبا. وتوقفت فترة عن محاولة بذل جهود تاني في إنهاء الصلح خوفا من إنه يتكرر اللي يتكرر. إنما الإخوة الفاعلين اللي على الأرض، يعني أنا ما إلا إني أنا بقول توجيه مثلا أو بقول وجهة نظر، إنما في ناس أكثر مني مشقة بتنزل مشقة كثيرة وأكثر مني جهاد في هذه الأمور، تحركت حتى من قبل ما أقول تحركوا في إنهاء الخصومة. وربنا كلل جهودهم بالنجاح. بارك الله فيكم. والان يتقدم العائلتين كل واحد يكتب مصحف. لا عندك مصحف، كل واحد يكتب مصحف من العائلات. خمس مصاحف هنا وخمس مصاحف هنا. نقسم بالله العظيم على كتابه الكريم بأننا اصطلحنا وصفت القلوب وصفت النفوس وأخذ كل منا حقه وصرنا إخوة متحابين متعاونين لا بغائن ولا خصومة وننبذ كل عنف ونحارب كل شيطان وخاصة شياطين الإنس والله على ما نقول شهيد والجمع الحضور شهود ومعالي اللواء مدير الأمن ورجال الأمن شهود والله خير الشاهدين الله أكبر. أصبحوا إخوة متحابين متعاونين. كل واحد فيكم يحتفظ بالمصحف وفاء واعتراف. لا يحمل المصحف بتاعه